ايه؟ في ايه؟ عايزين ايه؟ لعلمكم الوقت ده واخدينه من وقت بنتي. عادل، ما ينفعش انت تودي ياسمين جنينة الحيوانات عشان عمتها سناء هي اللي المفروض توديها جنينة الحيوانات. ممكن تقولي انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بعمل كده ليه؟ بنتي، ومن حق ان انا احافظ على بنتي واخلي العلاقه اللي بيني وبينها علاقه كويسه على المدى. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بتضحك على مين بالكلام ده؟ ده انت لما بتقعد مع بنتك 5 دقايق على بعض تفضل تحرك كده وتنكر كاني فاكره بتقرصك. انا راجل اصلا مشغول، عندي 100,000 حاجه شغلاني، انت ست فاضيه، سهل جدا ان انت تاخدي طفله توديها جنينه الحيوانات. يعني انت بتعتبر خروجي مع بنتك ومروحي معاها جنينه الحيوانات حاجه ممله؟ انا بعتبر كلامي معاكي هو اللي حاجه ممله. خلاص بقى يا عادل، بلاش غلط بقى، سنه ما تقصدش يا حبيبي. سيبيه يا رانيا سيبيه، كل اللي هو بيعمله ده نابع من الخوف. خوف من مين بقى ان شاء الله؟ خوفك من ان بنتك تكون بتحبني اكتر منك. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا استحاله تكون بتحبك اكتر مني. طب روح اسالها يا استاذ. يا سلام، اروح اسالها وانت فاكرك يعني ان انا هخاف؟ طب ما تتفضل تروح تسالها. اروح اسالها عادي جدا، وانا يهمني اسالها. حاضر. غلط عموما ان احنا نعرض بنتي في سن زي كده لسؤال محرج زي ده. عادل، روح يا حبيبي، روح يا حبيبي اتفرج على الماتش يلا، وبكره ان شاء الله تبقى تودي ياسمين اي حته. يلا يا بابا. لا اي حته ايه؟ انا هوديها جنينه الحيوانات يعني هوديها جنينه الحيوانات. لا طب وسناء؟ سناء ايه؟ ايه سناء؟ هو كل حاجة سناء، أنت من سخرنا، وأنت من وإحنا صغيرين يا سناء، وأنت بتعملي فيها كده، كل هدومي واخداها، كل لعبي، كراريسي، أقلامي، حتى لما كبرنا كمان عايزة تاخدي مني بنتي. كده بس يا عادل؟ مش عارف بقى، يعني ما هي نرفزتني، وبعدين أنا أصلاً مشدود النهاردة عشان ماتش المقاوية، وممكن كمان الأهلي على أسوأ الفروض مثلاً يتعادل ولا حاجة. يا ماما ده شتمتني وبهدلتني وقلت ادبها عليا، وانت كده على طول يا ماما على طول ظلماني وبتيجي في صفها يا ماما. ايه يا حبيبي قالت لك ايه؟ قالت لي ان انا مش عارف اربي بنتي، والكلام ده كمان كان قدام بنتي. ما حصلش، سناء ما عملتش كده، ولعلمك بقى ياسمين كانت في اوضه واحنا في اوضه تانية. ايوه بس سناء صوتها مسرسع اصلا، يعني لو كانت قالت كده كانت ياسمين سمعتها من الاوضه التانية. يا حبيبي اختك سناء عندها عقد، مليانه عقد، بس طيبه وبتحب بنتك، كتر الف خيرها ان هي عاوزه تفسحها. ما هو انت بقى لا اما في الشغل، لا اما قاعد هنا وما بتكلمش حد، لا اما على القهوه وبتتفرج على الماتش. عجبتك قوي دي مش كده؟ يا ابني انا اتكلمت معاكي حق يا طنط. وبعدين امها بقى مقعداها قدام التلفزيون على طول، ولما بتزهق تفضل تحشر لها لما هتبقى قد الفيل. هتبقى قد الفيل. يلا يا ياسمين تعالى افرجك على الفيل اللي انت هتبقى قده. فيل ايه؟ يعني ايه يا طنط؟ يعني قصدي حضرتك ان انا مش عارفه اربي بنتي؟ انا بتكلم على اللي بشوفه. بس ده ما حصلش، لان انا دايما يا بابا ياسمين خشي اتفرجي على الفيل في التلفزيون في خشي يا بنتي كلي. يا بنتي يا بنتي ربنا يهديك، خشي اقري الكتاب خليه ينفعك. انا من الصبح مستنيه. يا شفتي 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 يا ماما، بقت تصرفاتها شبه تصرفات سناء بالظبط. شوف يا حبيبي، صحيح سناء لسانها طويل حبتين، بس ست بيت وشاطره وطيبه، ما تتمناش حاجه في الدنيا غير سعادتك وسعاده مراتك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا إنعام، والله والله أنا كمان على طول بشكر فيكي. مامي قولي لي يا مامي، أنا مش عارفة أربي بنتي هجيب لها تخلف حضاري عشان طول النهار ما قعدها قدام التلفزيون؟ كده؟ كده يا إنعام؟ أنا بجد 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 عمري في حياتي ما هأتمنك على سر، أي حاجة أقولها لك تروحي تقوليها كده على طول؟ شفتي بقى رأي مامي من رأيي. يا مامي امال يا حبيبتي انتي فاكره اتربيته ازاي؟ اتربيته من التلفزيون، لولا التلفزيون ده انتوا كنتوا انحرفتوا، يا اما انا كنت اتجنيت. وبعدين بقى الحقيقه يعني هي بصي بقى يا حبيبتي، فرصه ان عادل خارج يفسح بنته، انا وانتي بقى هديكي درس ازاي تربي بنتك. عادل رايح يصالح سناء وهي سناء هتطير. يا مامي يا حبيبتي قومي تعلمي لي كلمتين. ايوه اتعلمي كلمتين على ما احنا نروح جنينه الحيوانات. يلا يا ياسمين. ياسمينة بقول لك ايه،
ايه رايك بدل ما نروح جنينه الحيوانات نروح نتفرج على ماتش المئويه في القهوه؟ لا نروح جنينه الحيوانات. ماشي حاضر، يلا سلام. باي باي. انا هاخد حاجه بس ونمشي على طول نروح على جنينه الحيوانات. ياسمين ياسمين كلبوزي حبيبي كلبوزي يا كفا كله كفولك ولا رمزي ادول الخزنه دي مش كان فيها فلوس؟ ما انا عارف. اما انت عارف يعني راحت فين الفلوس دي؟ ال 2000 جنيه انا شفتهم. ايه شفتهم؟ طب هم اخبارهم ايه دلوقتي؟ كويسين يعني ولا بعافيه؟ لا هم الحمد لله كويسين. انت ايه عايز يوصل لهم رساله ولا حاجه؟ انا ممكن اسيبها. اسيب لهم رساله؟ لا مفيش، بس يعني انا كنت عايز اطمن عليهم وعايز اعرف يا هل هم راحوا فين ويا هل هم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. دي رخامه جدا السؤال ده. هو بصراحه يعني انت كنت عايزهم ليه؟ قول لي وانا اقول لك. لا ابدا، انا اصلي كنت رايح جنينه الحيوانات وكنت عايز معايا فلوس، يعني انت عارف الحيوانات بقى. طب وانا اعرفها منين الحيوانات دي؟ انت ما تبصش في المرايه خالص يعني. فلوس فين يا ده رامز؟ انا هقول لك يا عمي، ما واحده واحده. انت مش قايل لي ركب ازاز الفاترينا؟ وجبت لك لوح ازاز عشان تركبه للفاترينا بدل اللوح اللي انت كسرته. يا عم ده اولت امبارح. دول من حق. انت هتتفرج على الماتش النهارده؟ احنا لمين العيال وهنقعد. ما تتوهش. فين الفلوس؟ وديتها فين؟ حاضر يا دول انا هقول لك يا عم. بص بصراحه يعني انا جيت اركب اللوح اللي انت جايبه لي على الفاترينا، فلقيت اللوح اكبر من الفاترينا، قلت بقى ايه اقصر اللوح. وعملت ايه بعد كده يا لوح؟ بعد ما قصرت اللوح يا دول لقيت الفاترينا اكبر من اللوح، فقلت لا فكرت يعني، فقلت ايه طب ما تلزق يا واد يا رمزي اللوح ده عشان يرجع تاني اكبر، فوقع مني اتكسر طبعا. لا عيب يا دول، عيب يا عم، انا بتعلم من اخطائي برضو. انا قلت بقى افك اللزق دون، وفكرت في الحل الوحيد. اكيد غيرت الفاترين. غيرت التماثيل اللي جوه الفاترينه دي، وغيرت الفاترينه كمان. حلو؟ لا مش حلو. المهم كمل اخلص. بس لقى الازاز اكبر من الفاترينه. ايه ده انت عرفت ازاي؟ طلع فعلا الازاز اكبر. ما تيلا يا بابا بقى عشان نلحق نتفرج على الحيوانات. انا بفكر ان احنا ناخد رمزي نفرج عليه الحيوانات في الجنينة. فين بقيت الفلوس يا واد؟ عملت ايه؟ انا هقول لك يا دول انا مش هطول عليك يا عم. بص انا قمت رامي بقى اللوح ورامي كل حاجه، ورحت اشتريت بقى فاترينا بالتماثيل باللوح بتاعها جاهز كده. وطيرت ال 2000 جنيه. لا يا دول ناقص 500 جنيه علينا اللي بتاع الازاز والفاترينا. علينا 2500 جنيه طاروا عشان انت. بس على فكره دول قال لي ما تتاخرش يا رمزي. ما تتاخرش يا رمزي. البت دي زي العسل يا بنت. ياسمين ياسمين روحي اشتري، عارفه عمك متولي ابو طارق؟ روحي هاتي من عنده شوكولاتايه. ها تاخريش، وقفلي الباب بتاع البازار وراك. حاسب الازاز بتاع الباب يتكسر، مش ناقصين مصاري. شقيه قوي بنت ال بنت الايه؟ دول انت عايز صغير يعني تجرب المرتبه الجديده دي ولا ايه؟ لا انت مش بتقول جالك صداع في ظهرك؟ قوي يا دوله. انا بقى هعالج لك الصداع ده يا رمزي. ازاي دول؟ ازاي؟ دي طريقتي. ايه دوله يا دوله اتاخرت ليه يا عم؟ تعالى انا حاجز لك هنا اهو. تعالى ادي له ميه ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. ادي له ميه ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. ادي له ميه ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. ادي له ميه ادي له نار. النادي الاهلي فريق جبار. بابا مش انت وعدتني هتشوف صوت واحد بس وهنمشي؟ هنمشي نروح على جنينه الحيوانات. هو بابا عمره وعدك بحاجه وما عملهاش؟ ياسمين يا حبيبي كلبوزه ولا بدو الكرسي هنا لياسمين. مفيش كراسي فاضيه يا استاذ. قوم يلا يا رمز. اقعد يا ياسمين. انت واحد جنب الكياس. طيب لا انا هتفرج على شوط واحد بس وهسيب لك الكرسي. خلاص بقى ربنا يكرمنا، بس ان شاء الله النهارده بايه فاول من بتوع ابو تريكه يقوم سكعه تقوم اعصابهم بايظه بقى. عصاب ميلة بوز دي ملايين تيجي على الارض يا عم. اذا كانوا هم ملايين احنا بقى الوفات بتجري. اهم حاجه بقى يا معلم ان هم ودوهم النهارده الهرم، شمس بقى وخيل وجمال واكله محشي مع ملوخيه، هينزلوا يفرفروا دلوقتي في الملعب. بس الماتش هيبتدي يا اخوان. الماتش هيبتدي.
دولا هو فين التلفزيون يا دولا؟ بنتك انت عامل ايه في وشك يانا؟ مش عارف دولا من ساعه ما دهنوا لي قرط فمش شايف. وانت بتشوف قرطك كده على النضاره يا اهبل. اه ابتدى. بابا هو الشوط قد ايه؟ الشوط ساعه الا ربع يا ياسمين. ايه لسه هستنى ساعه الا ربع. حبيبتي هتحس ان هم ربع ساعه الاهل نازل سخنه اهو من الاول. تك تك نخلص على طول. يلا يلا يا متعب يلا ادي لابو تريكه ادي لابو تريكه. دولا دولا هو الاهلي لابس ايه؟ دولا طب احنا بنلعب مين؟ بس يلا بقى البس النضاره ما دام كده كده مش شايف. ايوه خلي بالك من رونالدينو ده خلي بالك من رونالدينو ده. رونالدينو لسه ما نزلش اصلا. اهو كلهم شبه بعض الفرنساويين كلهم قطعيه واحده اصلا. مين يا عم دول اسبان؟ اهو اسبان بقى طليان هنقطعها وما نقطعها. الجون ده اوف سايد. اوف سايد مين يا دولا؟ الجون ده عصام الحضري يا عم انت ما تعرفوش. بابا هو ده اتهزمنا بقى؟ يلا بقى نروح جنينه الحيوانات. لا اتهزمنا ده هو جون واحد بس اللي جه فينا دلوقتي. تك تك نتعادل ونجيب جون نهزمهم ونخلص على طول. بابا انا زهقت. ايوه حبيبتي انت زهقتي بس عشان مغلوبين، لكن اول ما نتعادل ونغلب هيبقى ادري فلافيو. لا لا مش ده ولا ده ولا ده. لا حرام بقى ده ظلم. التحكيم ده ظلم ده يا اخوانا. جونين في شوط واحد كده بقى صعب. لا صعبة ايه؟ لا دلوقتي الاهلي هيتعادل ويعوض ويغلب كمان. تك تك ينهي. معلش 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 يا اخوانا دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. حرام والله. معلش يا اخوانا معلش دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. لا مش معقوله بقى. معلش يا اخوانا معلش فاضل حاجه بسيطه يعني بس ان شاء الله الاهلي هيتعادل وبعدين تك 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 وبعدين يخلص على طول. خلص الماتش دلوقتي. الماتش خلص والاهلي اتغلب وياسمين نامت وجنينه الحيوانات قفلت وانا ما بقتش اب كويس. الواد ده زملكاوي يا اخوانا. كله تمام. جنينة الحيوانات حلوة؟ بابا جاب لي اللعبة دي. يا سلام بمناسبة ايه؟ بمناسبة ان انا ما قلتش انك اللعبة ممكن ترجع. ها؟ جنينة الحيوانات حلوة ولا لا؟ هايلة. كانت زحمة قوي وكانت فاضية بقى الحيوانات كانوا ناموا يعني عشان الدنيا. هي سناء فين؟ جوه في اوضتها. انبسطتي؟ انبسطتي قوي؟ ايه يا عادل عايز حاجه؟ مفيش. انا اصلي كنت عايز اقولك يعني ان ياسمين ودتها بقى جنينه الحيوانات. ودتها فعلا يعني. ماشي. ما هي برضو بنتك وانت من حقك تقضي معاها اطول وقت ممكن. طبعا. ايه يا عادل عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك يعني اصل وانا في جنينه الحيوانات شفت بقى قردين تقريبا اخوات يعني كانوا قاعدين عمالين بيفلوا بعض وعرفت ان هم اخوات عشان كان الديل واحد والمناخير يعني. فقعدت اقول يا حتى الترابط الاسري بين القرود فيا ريت البني ادمين يبقوا اخوات كده يعني. يعني هو المفروض ايه؟ ان احنا الاثنين نفلي بعض عشان نبقى شبه القرود؟ لا يعني المفروض احنا كاخوات. بص بقى سناء انا اسف انا غلطت فيك يا سناء وانا اسف. انا قصدي كنت مشدود شويه وبعدين انت طبعا ياسمين بتحبك وانت اللي بتساعدينا في تربيتها فزعلتي. خلاص بقى. خلاص يا عادل انا مش زعلانه منك. وبعدين انا قعدت فكرت برضو لقيت ان هي بنتك ومن حقك تقضي اطول وقت ممكن براحتك. المهم قول لي بقى عملتوا ايه في جنينه الحيوانات؟ رحنا بقى كانت قافله يعني هي فكان الحمار الوحشي روح وكده فجبت لها بقى لعبه. عادل رحت جنينه الحيوانات ولا ما روحتش؟
لعبة بقى كانت فظيعة بقى اللي انا جبتها دي، يعني عجبتها جدا لان بجد ما كانش في اي محل. يا عادل انت خدتها من ايدي وقلت هوديها جنينة الحيوانات، وديتها ولا ما وديتهاش؟ عارفة اللعبة ببطاريات او من غير بطاريات، يعني ممكن تلعبها بيها لو البطارية خالصة يعني. عادل انت ما وديتهاش الجنينة؟ لا ما وديتهاش. امال بس انا ابوها ومن حق اربيها ومن حق اخرجها معايا براحتي، وبلاش كده واوعوا كده. خلاص يعني ما هو حصل ان انا ما وديتهاش، بس انا كان غصب عني والله يا سناء، انا كنت عايز اشوف الماتش بتاع المقاوية ده. ها وعملتوا ايه؟ اتغلبنا 4-0. جنينة؟ لا جنينة ايه في الماتش، لكن الجنينة دي بكرة بقى ان شاء الله. يعني انت وراكي حاجة بكرة؟